أنا هربت بالبنات وقعدنا يومين على البحر على شط البحر، ما كنا نلاقي بيت. كان مهددني هو إذا بتوصلي وما بتعطي الأولاد لأهلي ما بتعود تشوفيهم بالبر. طلبت فترة بعد فترة شوف الأولاد، رفضوا هن. بتلجأت للمحكمة، بلشت أقدم دعوة. أنا ما التجيت لمرجع روحي وارتحت له، كانوا يا بمصاري، حتى قالوا لي قولي لهم انه طلبي من الابونا يكون معك ورقه فقر حال لحتى يمشي لك اياها بدون 5000 دولار. ما زبطت معي، قال لي روحي عند الابونا اللي يعمل لك ورقه الفقر حال، هو يعمل لك ورقه الطلاق. اعطاني القاضي يعني اللي اعلى حضاني فيه موقت، وبعد فتره صرت على حضاني على طول. ما قدر نفذ الحكم اللي اخدته يعني الحضان. كتير وصيت أكثر من اللازم، يعني أنا بعد كقاضي عنده كل المستندات ليرد قرار حبس، بيتريس لرد هالموضوع، بيوقف تنفيذ الحكم حاليا إلى أنه الزوج يجاوب. عليزة بك تعرفي شو في عنا ضدك أو شو إلنا حق عليك أو على البنات؟ قابليني برا تلت ساعة وأنا مستعد إني ساعدك. شو كيفك تساعدني برا التحرية؟ انه برا المخفى كيفك تساعدني؟ قال لي انا بحكي مع المدعي العام وانا اللي بوصل له الفكرة والصورة، من هون انا بقدر ساعدك. لما فوت لعند الدرك اعمل دعوة فيه، منفوت على اساس اجا سحب علينا السكين وضربنا وهيمن علينا وشبقنا وتمثال رخام زتوا عن الدرج علينا، طبش وتركتهم مكسرين لهلا، تركتهم ما كلفوا نفسهم الدرك يجي يشوفوا هالكلام صحيح ام كذب، ما كلفوا نفسهم يجوا. بالنسبه لموضوعي عند التحريه، كان في دفع مصاري، كان الصغير من الصغير للكبير كله عم بياخد، بالاضافه للواسطه طبعا، وانا اكيد منه لانه صار معي نفس الموضوع. دفعت لاطلع انا وبناتي. 11 سنة معاناة بالمحاكم، 11 سنة وأنا أبرم غير من محامي لمحامي، إذا مش مغيرة 14 محامي، 14 محامي قدي بدهم مصاري كل واحد لتكلفه بأول القضية. بالإجمال جميع قوانين الأحوال الشخصية عند كل الطوائف فيها إشحاف بحق المرأة، لا سيما بموضوعين الطلاق والحضانة. وعندنا قوانين نصوص بالأحرى موجودة وتحمي المرأة، لكن بيتم إخفالها وإهمالها عن قصد، وخصوصا عدم إعلام المرأة فيها. مواضيع الأسرية سواء من زواج طلاق حضانة نفقة هي خاضعة لقوانين الأحوال الشخصية اللي هي بدورة تابعة للطوائف. ولكن رجال الدين يقولون أن الدين وجوهر الدين بحد ذاته هو منصف، ووضع المرأة في مرتبة عالية أو مرتبة جيدة جدا، ولكن التطبيقات إذا حكموا لها بالمشاهدة أو بالنفقة، إذا ما كان عندها السبل الجيدة إنها تقدر تغري تلاقي الطريقة إنها تقدر تنفذ فيها، كثيرين من الأوقات إنه الزوج بيتهرب، ما بصرح مزبوط عن المعاش الشهري اللي راتب الشهري اللي بيتقاضى. أغلبية القوانين اللي انوضعت بلبنان انوضعت بالأربعينات، وبالتالي المشرع بهديك الأثناء لم يكن موضوع المرأة هو موضوع مطروح كما هو مطروح حاليا. نحن بحاجة لقانون كامل وشامل يحمي المرأة من العنف خاصة داخل الأسرة، وبهيدا الإطار نحن بحاجة لقانون عنف أسري اللي نحن كفى حاليا عم نشتغل عليه، ونحن بنشتغل بطريقة لتمكين المرأة. يعني نحن ما بنعمل عن المرأة شيء، نحن بنمكنها تصير هي تقدر توقف وتطالب بحقها وتروح هي تجيب حقها. نحن المرأة عنا بتدعي إنها معادلة الرجل، بتدعي ادعاء، ولكن بس تصير داخل منزلها بصير السيطرة والهيمنة من قبل الرجل عليها.
صحيح انه انا عم بعاني وعم بتعرض وهذا، بس حتى املي انه خلص الاولاد لازم ناضي، لانه كونهم تزوجت انا وبيهم واجوا على هالدنيا. المفروض اني ما ضل قادم اوقع حالي ومتمسكه بخوفه، لانه الولد بده يكبر وبده ياخذ حقه بالحياه، فما في ضل فزعاني كثير من دون ما اني اعمل شيء. لا ما ندمت، بالعكس مبسوطه كثير جد. وحتى انا هلا عندي محكمه هذا الشهر ورايحة على المحكمة، وبعد لهلأ مش عارفة بعد شو حيصير معي، بس إذا أنا حأطلع براءة من هالقضية اللي أنا مصدومة فيها أو لا، بس ما عندي مشكلة، ما ندمت لا.